السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله عندنا فيديو مهم جدا، هو اهم فيديو او اهم سيكشن في الشابتر بتاع داتا هاوس. فيديو طويل شويه، ان شاء الله يكون كويس ويكون خفيف كده عليكم وتقدروا انتوا تستمتعوا بيه زي ما انا متحمس له ان شاء الله يعني. طيب الفيديو احنا بنتكلم فيه عن ايه؟ عن الداتا موديلنج. ايه هي الداتا موديلنج؟ دايما انت بتسمع في الداتا هاوس اكتر كلمه بتلاقيها يقول لك الموديل، داتا موديل، اصل الموديلنج تيم، الموديلنج اركتكشر، او الموديل في مشكله او عايزين نصلح حاجه، عايزين نضيف حاجه. دايما الموديل ده زي ما تقول ايه، هو عصب الداتا هاوس. لو بنتكلم مثلا بصيغه بصيغه كده بسيطه بره التكنيكال يعني، الموديلنج تيم ده مثلا هو المدير الفني اللي بيحط التشكيل للعيبه. تخيل انك عندك فرقه وفي مدير فني بره هو اللي بيشكل اللعيبه دي، هو ده الموديلنج تيم او الاركتك تيم. في تيم يعني، في ناس تقول لك هو اركتكشر تيم، في ناس تقول لك هو موديلنج تيم، بس خلينا نقول دلوقتي هو الموديلنج تيم. يعني هو بيعمل حاجتين مؤقتا يعني، ماشي؟ لان اركتكشر ممكن تبقى ليها علاقه بانفراستراكشر، بس احنا مش هنخش في الحته دي، احنا بنتكلم عن موديلنج برسبكتيف بس. طيب قبل ما نبدا نخش في موديلنج، داتا موديلنج، اول يوم ليك في شركه جديده في داتا هاوس، ايه اول حاجتين بتعرفهم او ثلاث حاجات؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ايه التولز اللي بنشتغل فيها. مثلا احنا عندنا اي تي ال مثلا اسمها تالند او داتا ستيج او انفورماتيكا. بعد كده يقول لك احنا عندنا مثلا تير داتا او اوراكل داتا وير هاوس. بعد كده يقول لك ايه؟ يقول لك احنا بنستخدم موديل اكس واي زد مثلا لو ليه اسم، ويقول لك ده الداتا شيت بتاعه او ده الداتا موديل بتاعه. الداتا شيت ده ايه هو؟ هتلاقي ما في اكسل شيت او كونفرنس بيج، او احيانا الناس بتعملها على فلود ويب سايتس. يعني في ويب سايتس دلوقتي بقت ديديكيتد، او زي مش عارف دو اي او الحاجات دي، هي بقت ديديكيتد ممكن تبني لك، تبني عليها الموديل اركتكشر. بس هي حاجه زي كده. ايه بقى الشيت انت هتاخده؟ شيت هتاخده ببساطه جدا، هتلاقي في شويه تيبلز نيمز وفي علاقات بينهم، وكل تيبل هتكليك عليه كده هتلاقي جواه تفصيل التيبل ده وكل كولوم جاي ازاي اند تو اند. طيب فهمك للموديل ده ايه اهميته؟ انك انت ازاي تعرف تعمل التاسك بتاعتك سواء في الاي تي ال، في ريبورتنج، ايا كان. طيب في الشابتر ده احنا ان شاء الله هنبدا نشرح الداتا موديلنج بتفاصيلها، اوكي؟ طيب اول حاجه ايه اللي هنشرحه في الشابتر ده؟ هنشرح ايه هي الداتا موديل، وهنشرح ايه الرول بتاعها في الداتا وير هاوس. تاني حاجه هنشرحها اهميه الداتا موديلنج. تالت حاجه هنشرحها هي الديفرنت تايبس اوف داتا موديلنج. طيب حاجه مهمه نعرفها في الجزء ده، ان احنا بنشرح المين كونسبت في الداتا موديلنج والتايبس. هاويفر في كام نقطه كده، اربع نقط محتاجين ان احنا نركز فيهم. اول نقطه ان المسميات في الداتا موديلنج كتير جدا. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي موديل دايمنشن معين اكس مثلا، تلاقي ان الدايمنشن ده ليه 10 اسامي بنفس الاسم، كل الناس كل واحد يطلق عليه الاسم بتاعه. احنا عايزين في الشابتر ده انا هحاول اسامي معينه، بس انت لو لقيت اسم مختلف فانت تحاول تماتش النقطه دي. النقطه الثانيه ان احنا كل يعني في تايبس كتير جدا في الداتا موديلنج، انا ما اقدرش الم التايبس دي في سيكشن واحد او يعني 10 حتى 20 فيديو، يعني محتاجين تقريبا اكتر من 30 40 فيديو عشان نخلص داتا موديلنج، ماشي؟ النقطة التالتة هي حتة الداتا مودلز اوريدي. احنا عندنا مثلا في مودلز كتيرة، بس احنا هنا في الشابتر ده او في السكشن ده هنشرح نوعين بس. طبعا في انواع كتير بس دول اساسيين. اخر حاجة في الداتا مودلنج هي ان احنا في اجزاء مش هنشرحها في السكشن، هنحطها في الابندكس، في اجزاء مش هنشرحها خالص. طيب لو احنا طلعتها في الابندكس دي معناها انك انت ممكن تسكيب الجزء ده، بس هيبقى عندك بعض المعلومات محتاج تعرفها وانت شغال. طيب بس هل دي معناها مش مهمه؟ لا، معناها انها مهمه بس مش قوي. لو احنا عملنا سكيب لحاجه دي، في الغالب احنا شايفين ان هي مهمه، مش مهمه، بس احنا شايفين ان هي مش الحاجه الاساسيه انت محتاج تعرفها وانت بادئ شغلك. ممكن تعرفها بعدين بقى حتى وانت شغال، ممكن اصلا تعدي بفترات طويله في الشغل وانت مش عارفها. فدي حاجات ان جنرال نعرفها في الشابتر ده. طيب ايه هو الداتا موديل؟ في الجزء اللي احنا بنتكلم عليه هو بيورجنايز الاليمنتس بتاعت الداتا بتاعتك، بيبقى عندك شويه داتا عندك علاقات بينهم. الداتا موديل هو بيورجنايز الاليمنتس بتاعت الداتا بتاعتك. الحاجه الثانيه هو بيديسكرايب الانتيتيز بتاعتك، الاستراكشر بتاع الداتا، ايه هي السيمانتيك، شكل الداتا عامل ازاي، الكونسترين بتاعتك على الداتا بتاعتك، كل ده بيديسكرايبه ايه هو الداتا موديل بتاعك. طيب برضه ايه هو الداتا موديل؟ هو بيفورمايز الريليشن بين التيبل. يعني انت عندك دلوقتي تيبل اكس تيبل واي،
التيبلز دي العلاقات بينهم، مين اللي بي 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 بيوصفها وبيعملها فورماليزيشن هو الداتا موديل. برضه هو بيديسكرايب ليك الابلكيشن الاي بي اي او الريبورت بتاعك ازاي حصل مانيبيوليشن. يعني انا ممكن اخد ريبورت، الريبورت ده معمول داتا موديلنج، المفروض لو بصيت كده على التيبل ده او الموديل ده اعرف كل كولوم في الريبورت ده حصل مانيبيوليشن اوفر الداتا هاوس فلو قد ايه او ازاي، كل ده ديزاين في الداتا موديل. طيب برضه الداتا موديل بيشرح او بيديسكرايب الكونسبشوال ديزاين بتاع البيزنس بتاعك والرولز بتاعتك. يعني مثلا تخيل عندك شويه لوجيك او فلو اوف لوجيك بتاع في الابلكيشن بتاعك، سواء نفترض عندك مثلا، تعال ناخد اوبر مثلا از اكزامبل. لو انت عندك اوبر مثلا وانت بتبني له داتا هاوس، الداتا هاوس اللي بتبنيها الاوبر هيبقى فيها جزء ليه علاقه باللوجيك بتاعهم بالبيزنس بتاعهم. فبالتالي وانت بتبني لازم الموديل لما تيجي تاخده وتيجي تبص عليه هتلاقي ان الموديل ده بيديسكرايب اللوجيك ده والبيزنس ده. هاويفر انك ممكن مثلا تروح تشتغل في تو بانكس مثلا، عندك بانك اكس وبانك واي، ممكن الاثنين بيستخدموا نفس الموديل، نفس نوع الموديل. مثلا نفترض مثلا تيرا داتا اس دي ال سي ال دي ام موديل، سي ال دي ام موديل، السي ال دي ام موديل ده مثلا ممكن تلاقيه امبلمنتد في بانك عكس بنك تاني، مش عكس اقصد، بطريقه مختلفه، بس في الاخر الموديل بيشرح البيزنس ده. طيب يجي حد يسالني اديني اكزامبل ازاي ممكن ان بيبقى فيه اختلاف وهو امبيمنت نفس الموديل بيزد على البيزنس. تعال ناخد اكزامبل تيليكوم. حلو، شركه تيليكوم عندها شغاله مثلا على الفويس كولز والمسجز والداتا لاين، حلو، بس ما عندهاش لاند لاين اللي هو الاي دي اس ال. هو في شركه تيليكوم تانية ما عندها ADSL، فبالتالي الشركة عندها ADSL business هتلاقي فيها بعض الاختلافات. طيب حاجة تانية، ممكن شركة عندها مثلا اللي هي 3G مثلا، وشركة تانية عندها 4G، يعني عندهم 4G هتلاقي عندهم بعض different في الموديل بتاع، مش different معناها ان هي حاجة مختلفة، بس ممكن تلاقي عندهم بعض البيزنس اختلافات عشان توصف الداتا. ليه بقى اكزام؟ مش عايز اخش في تفاصيل التليكوم، بس ممكن تلاقي حاجات في الفويب، حاجات في اللي هي الفويس اوفر 4G والحاجات دي تلاقي مختلفه، بس اقصد اقوله ان الداتا موديل احيانا بتوصف حاجه زي كده. طيب احنا طولنا في الحته دي بس معلش لازم اوضحها. طيب برضو زي ما قلنا في الاخر، احنا الداتا موديل هي بتفير للايه، للكونسبت بتاعت اللي بتديفاين الانتيتيز والاتريبيوتس والريليشن والتيبلز. اوكي طيب، في حاجات هنا مهمه جدا. بيجي حد عندي في التيم جديد مثلا او شغالين مع بعض ونفترض نعمله انترفيو مثلا، احيانا في بعض الحاجات كده لما تيجي حد بيتسال، حتى يعني ممكن داتا موديل تيم يعمل انترفيو لواحد بيقدم على اي تي ال عشان يشوف هو فاهم قد ايه، ان هو يتعامل مع بعض. حلو، طيب ايه بقى الحاجه اللي ممكن تعملها مثلا او اخطاء كده يعني كبيره جدا؟ ان حد يقول لك الداتا موديل ده ساينس، هو مش ساينس. لازم افهم الفرق بين الساينس والانجينيرنج براكتس، ودي نقطه مهمه جدا لازم نوضحها. الداتا موديل مش ساينس، مش علم، الداتا موديل هو انجينيرنج براكتس. النقطه الثانيه، ان هل الداتا موديل هو ستاتيك لكل اورجانيزيشنز؟ لا، بيختلف من اورجانيزيشن لاورجانيزيشن حتى لو بيستخدموا نفس الداتا موديل. هل هو تايب اوف داتابيز؟ يعني هل الداتا موديل ده هو نوع داتابيز؟ لا، يعني هل دلوقتي في حاجه اسمها تيرا داتا موديل؟ لا، تيرا داتا عندها موديل ممكن يبلونه على تيرا داتا، ممكن يبلونه على اوريكل مثلا نفترض يعني. بس نقطه مهمه هنا، هل الموديل داتا موديل بيبقى ثابت حتى لو غيرنا داتا بيز؟ لا، يعني مثلا انا لو عندي اوريكل او تيرا داتا داتا وير هاوس، وعندي كاساندرا داتا وير هاوس او كاساندرا داتا بيز، وعندي هايف مثلا داتا هاوس او هايف از داتا ستورج، يعني هل التلاته دول لو ببنيهم داتا موديل هيبقوا زي بعض؟ لا. ليه؟ لان كل واحده ليها مميزات وعيوب، او كل واحده ليها، بلاش نقول مميزات، ليها ديزاين، ليها طريقه شغل معاها. فبالتالي الموديل بيختلف من داتابيز لداتابيز. بس في الاخر لما تيجي تبني الموديل نفسه في كونسبت ثابته، بس بيتكونها مع بعض، تبني بيها مثلا موديل داتا لاوراكل، او تبني بيها مثلا موديل لكاساندرا، او تبني بيها موديل لهايف. نفس الكلام مثلا بنشرح قدام النورماليزيشن ودي نورماليزيشن، هتلاقي مثلا في بعض المودلز في الداتا بيس بتقول لك لا دي نورماليز، مش عايزين نورماليز، لا في نوت ثانيه بتقول لك لا نورماليز، انا افيشنت الحاجات دي. فبالتالي اختلاف هيوضح الحته دي. احنا لسه ما شرحناش النورماليزيشن ودي نورماليزيشن، انا عارف الكلام ده، عامل لها فيديو بعدين، بس معلش انا قلتها هنشرح بعدين يعني ايه نورماليزيشن ودي نورماليزيشن. طيب
برضو الداتا موديل احنا قلنا هو بيختلف من مشروع من داتا بيز ومن شركه لشركه، بس هو مش نيو انفنشن، يعني مش كل مشروع هنقعد نبني فيه من سكراتش ايه هو الداتا موديل. لا بالعكس، احنا بناخد ساعات موديل جاهز ونقعد نمبلمنته، او نشوف موديل اتبنى قبل كده وناخده نعمل له من يعني كاستمايزيشن او نمنتين الموديل ده ونمبلمنته عندنا. تمام. برضو من ضمن الحاجات بقى المهمه، ايه الداتا موديل؟ ايه هو بقى؟ احنا قلنا هو مش ايه، ايه بقى هو الداتا موديل؟ النقطه الاولى ان الداتا موديل قلنا هو جنرال كونسبت بتاخدك او بتساعدك انك تبني فول اركتكتشر. هي يعني تخيل هي بيلدينج بلوكس كده بتعرفها، بتساعدك انك تبني فول اركتكتشر. هي دي الداتا موديل، هي مش اكثر ولا اقل. يعني برضو قلنا ان هي انجينير براكتس، هي مش ساينس، وقلنا ان هي بتختلف اختلاف الداتا بيز، وقلنا ان هي بتقدر تكستمايز الداتا موديل بيزد على البروجكت عشان تقدر ان انت تيوتلايز على ديفرنت اورجانيزيشن. حاجه كمان ودي نقطه اخر نقطه في الحته الداتا موديل، ايه علاقه الداتا موديل بالريبورتنج؟ في ناس تقول لك الداتا موديل بيأفكت ريبورتنج، بس لا ما تأفكتش. لا هو بيأفكت ريبورتنج، بس ازاي؟ دلوقتي واحد باني داتا موديل افيشنت، داتا موديل فيه دايمنشن مظبوطه، كل ريليشن مظبوطه، فبالتالي لما البيزنس او المانجمنت بيعوز ريبورت او المعلومات كل يوم من الداتا بيز بيجي لهم بشكل سريع، بيجي لهم بشكل افيشنت، بشكل فيها كواليتي داتا مظبوطه، بالتالي هي افكتد البرفورمانس بتاعها. طيب واحد باني موديل مش مظبوط، بالتالي كل يوم البيزنس يبقى عنده مشاكل في الريبورت، سواء برفورمانس للكويريز او برفورمانس لان الداتا فيها حاجات مش مظبوطه، بالتالي كل الكلام ده بيبقى ايه علاقته؟ هو الاساس بتاع الداتا موديل. الداتا موديل مبني مظبوط، الريبورتنج او البيزنس او الناس بتاخد ديشن بتعرف تاخد ديشن مظبوط. طيب بشكل عملي بقى، بشكل واقعي، الداتا موديل بيبدا منين؟ الداتا موديل هو اول مرحله بتبدا لما نيجي انتجريت سورس سيستم جديد. يعني انا عندي سورس سيستم جديد، سورس سيستم ده لما باجي ابدا اقول عندي مثلا سي ار ام سيستم انتجريته معايا في داتا هاوس، الداتا موديل بيبداوا اول ما ياخد معلومات بتاعت اللي هي قلنا كنا عليها المره اللي فاتت او المره قبل اللي فاتت، ايه هي الكولمز اللي عندي، الداتا شكلها عامل ازاي، اللي هي انترفيس دوكمنت، يبدا يبني لها الداتا موديل. فبالتالي بيبدا هنا. هو حاجه كمان ان الداتا موديل هو كونكشن ليا ما بين البيزنس والتكنيكال. يعني ايه؟ يعني الداتا موديل بيقعد مع البيزنس، يا جماعه يا اهل الخير، انتوا دلوقتي عايزين تعملوا ايه؟ انتوا عايزين ايه من الداتا دي؟ يقول لك مثلا عايز ريبورت اكس واي زد من الداتا دي. بالتالي ان الداتا موديل هو بيبني بيبقى عارف الكلام ده، الناس دي عايزه كل يوم المعلومه دي تكون ابديتد بالشكل معين، فبالتالي يروح يقول للتكنيكال تيم هتبني ايه وبناء عليها هيحدث ده دي. مثلا لا البيزنس يقول انا عايز كل ساعه، انا عايز التحديث ده كل ساعه، بالتالي البيزنس او الداتا موديل تيم هو بيبني بيبقى عارف ان مثلا التيبل ده، مش عايز اقول كلمه جرانيولاريتي بس يعني انا قلتها، ان الموديل ده هيبقى ابديت كل ساعه وهو شغال، يعني كل ساعه التيبل ده لازم يكون مينتين، فبالتالي ده بقى مهم جدا في الحته دي. ها كمان ان هو هو ترانسليشن ما بين لوجيكال وفيزيكال، يعني عندي داتا وعندي موديل، هو الراجل بيترجم او بينقل الفيزيكال داتا دي للوجيكال موديل او لوجيكال لاير. حاجه كمان ان هم الناس الداتا موديل ده او هو الناس اللي بيشتغلوا ده مده هم مسؤولين ان يونيفاي السيستم بالباترنز او باستخدام البراكتس، ان سيستم الموديل كله يكون واحد. بمعنى انا ببني مثلا داتا وير هاوس، بيبقى عندي نيمينج كونفنشن واضح، بيبقى عندي اسامي التيبلز واضحه، بيبقى عندي الديزاين ثابت، مش ثابت معناه هو ستاندرد اوفر الموديل كله. ما ينفعش ان كل جزء في الموديل تيم يبنيه او يبني بديزاين مختلف، او يبقى مثلا عندي جزء من الداتا هاوس شغال بموديل وجزء من الداتا هاوس شغال بموديل او سكيما وسكيما، لا في الدنيا كلها تبقى ماشيه على نفس الميه. يعني وانا ان هو لازم يبقى انجيج دايما في الايرلي ستيج ستان. طيب الاوتبوت بتاع الداتا موديلنج هو ايه؟ هو ديزاين دوكمنت. يعني الاوتبوت بتاع الداتا موديلنج هو ديزاين دوكمنت، انت بتاخد في الاخر منه شيت كده بيقول لك الداتا دي الكولومز دي هتمابها ازاي على كل لاير بتاع الداتا هاوس. ده الاوتبوت بتاع الداتا موديل. طيب النقطه دي برضو، ايه اهميه الداتا موديل في الامبلمنتيشن؟ الداتا موديل بتأفكت الديزاين بتاعنا. يعني زي لو انا ببني داتا موديل او بعمل اي تي ال لداتا موديل مبنيه على ستايل معين، او مثلا حاجه اسمها سنوفليك او ستار سكيما مثلا، هل لو ببني سنوفليك هي لو ببني ستار سكيما؟ لا بالعكس، انا كاي تي ال ببقى افكتد بالكلام ده هو. طيب حاجه كمان ان هي بتغير تفكيرك تجاه حل المشكله. يعني انا مثلا لو عندي انا ببني موديل مثلا ليه علاقه على تيرا داتا مثلا او اوراكل، هو اللي هو ببني على هايف مثلا،
اطلاقا بتلاقي دايما على الهاي فان شغالين بنفكرش في النورماليزيشن، بندي نورمالايز، بنقلل الجوينز. فعلى العكس تماما في هايف او تي سوري في اوراكل او تي داتا بيبقى دايما مبني، بنبني الموديل والدايمنشنز، بيبقى عندنا دايما جوينز وعلاقات بين بعضها، بحيث ان يبقى الموضوع ده هو افيشنت للكيس دي ولا مش افيشنت للكيس دي. طيب هنا نبدا نتكلم على الموديل ديزاين فيرسز امبلمنتيشن. طيب انا هنا لو عايز ابدا اتكلم على ايه الفرق بين الديزاين والامبلمنتيشن. طيب الديزاين هنا في الداتا هاوس هو ايه؟ هو الداتا موديل. امبلمنتيشن هو الاي تي ال اللي بيمبلمنت الداتا موديل ده او ريبورتنج. طيب تعال نتخيل ان عندك بيت، البيت ده ايه المراحل اللي انت بتعملها عشان تبدا البيت ده؟ من اول ما بتقول انت عايز تعمل ايه فيه لغايه ما يتنفذ، اول حاجه بقى عندك شويه ريكويرمنت، شويه نيدز منك كيوزر. تقول مثلا عايز البيت ده يبقى دور او اتنين او ثلاثه، بتقول انا عايز البيت ده يكون ثلاث اوض مثلا وحمامين، تقول مثلا عايز مش عارف حمام في الدور الاول حمام في الدور الثاني. ده كله بقى ايه؟ ريكويرمنت او دي نيدز منك كيوزر. حاجه تانية تبدا تقول انا هجيب واحد اركتكت. الاركتكت ده وظيفته ايه؟ وظيفته ببساطه جدا ان هو يجي ياخد الديزاين ده ويعمل ياخد الريكويرمنت دي ويحولها لك ديزاين. تفصيليه شويه يعني، سواء يقول لك حجم الاوض بيزد على انت عايز تلات اوض والدور ده 100 متر، فبالتالي كل اوضه مثلا نفترض 30 متر نفترض يعني، فبالتالي هو اللي بيفصص بي او بيديزاين الريكويرمنت دي از ديزاين اللي انت هتستخدمه. طيب بعد كده يبدا يقول لك مثلا عشان تحقق الحلم في دماغك ده ايه الديكوريشنز تعملها، الكالرز والكلام ده وساجيد، ده الديزاين برضه بيبقى انجيج فيه. طيب الامبلمنتيشن ولا حاجه، بروح اجيب مقاول اقول له والله ده ديزاين اهو المهندس حطه لي انا بدك امبلمنت. طب هل الناس دي وهي بالديزاين وهي امبلمنت الديزاين ده ايه اللي بيحصل؟ طبعا بيبقى في شويه اختلافات يعني. ده اولا الديزاين هو الامبلمنتيشن هو اللي بيحدد كواليتي الديزاين. يعني انا لو عندي تيم ديزاين قوي جدا والامبلمنتيشن كان سايب مقاول مثلا ما عندوش ضمير او ما عملش كويس، بالتالي الديزاين مش هيبقى بشكل كويس. نفس الكلام ده بينطبق على فكره على كل حاجه في الحياه. لو عندي اي تي ال تيم ما نفذش الديزاين مظبوط بتحصل مشاكل، مفيش كواليتي. تمام. طيب نبدا نتكلم على الاليمنتس اوف داتا موديل. طيب ايه الاليمنتس اوف داتا موديل؟ اي داتا موديل بيبقى متكون من ثلاث حاجات. اول حاجه الفاكتس. ايه هي الفاكتس؟ تعالوا نتخيل كده انا عندي معلومات او حاجات ريبورتنج انا عايز اطلعها في از بزنس انفو. عندي مثلا معلومه ان الناس عايزه تعرف مثلا عدد الكولز بير اور او ديلي، ده كده ايه؟ ده فاكت يعني، معلومه عايزين نطلعها. طيب الفاكت ده ايه 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 بيحتوي على ايه؟ تبع على ميجرمنتس او ماتريكس. ايه الميجرمنتس او الماتريكس؟ خلينا نقول ان الميجرمنتس هي كتقول التوتال كولز بير اور، توتال انبوت انكومينج كول او توتال اوت جوينج كولز. طيب دي كده ايه؟ دي كده الفاكت، دي كده الميجرمنتس او الماتريكس اللي عايز اصلحها. طيب بالتالي الفاكتس دي هي السورس اوف انفورميشن اللي البيزنس بيبني عليها الريبورتنج بتاعه. بس خد بالك ان الفاكتس دي بيبقى جواها شويه معلومات في الاخر، بيبقى ليها زي ما نقول ايه شويه ميجرمنت. بس عشان اطلع الميجرمنت دي انا عايز بجيب التوتال كولز، لازم تبقى ايه؟ بير كاستمر. فعندي بير كاستمر ده لما اقول بير يعني بير حاجه، فبالتالي عندي شويه حاجات زي ما تقول ايه بقول يعني المعلومه دي ويز ريسبكت ليهم. طيب ايه بقى الحاجات اللي ويز ريسبكت ليهم دي؟ بنقول عليها دايمنشنز. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي كولز، عندي توتال كولز بير اور، ماشي. التوتال كولز دول عامه يعني لكل الكاستمرز ولا الكاستمر واحد؟ لكاستمر واحد. بتبقى انا الكاستمر ده او الحاجه اللي انا بقول بير كاستمر بير لوكيشن ده كده الدايمنشنز بتاعتي. طيب ايه هي الدايمنشن بقى؟ خلينا نقول الدايمنشن دي هي الكونتكست اللي هو السراوند البيزنس اللي بيبدا يوصف او يقول مين اللي عمل الحاجه دي، عملها فين، عملها ازاي، هو بيوصف الحاجه دي. يعني ناخد مثال، احنا بنقول مثلا توتال كولز او يوسج بير داي بير كاستمر. طيب انا عايز يبقى الكاستمر ده مين الكاستمر ده، او ايه هو الكاستمر ده، يعني الكاستمر ده مثلا ايه هو، او لوكيشن ايه هو اللوكيشن ده، عمله فين. كل الكلام ده بيبقى ايه؟ بالدايمنشن. طيب الدايمنشن ده بيبقى جواه ايه؟ جواه اتريبيوت. فانا دلوقتي لو عايز اقول اني عايز اعرف الكاستمر ده هو ميل ولا فيميل، ده كده اتريبيوت اللي في الدايمنشنز. نركز مع بعض، عندنا فاكتس وعندنا جوه الفاكتس دي جواها الفاكتس دي جواها ميجرمنتس ودايمنشنز. الدايمنشنز دي بيبقى ليها ايه؟ اتريبيوتس. طيب ايه علاقه التلاته دول ببعض؟ طيب تعالى نتخيل ان البيزنس قال لك
انت بعد ما بنيت الفاكت مثلا جواه توتال كولز بير اور لكل وعندك كاستمر اي دي، انا عايز اعرف نسبه الميل للفيميل والاوت جوينج والانكومينج كولز. فاللي بيحصل ايه؟ يبقى عندك الفاكت اللي هو الفاكت تيبل او الفاكت هنا، وعندك الدايمنشن بتاعتك، بيحصل لهم جوين مع بعض عشان اعرف المعلومه دي. هي دي بقى اللوب الموضوع اللي بتبني عليها الموديل بتاعك. فالالمنتس بتاعتنا في الداتا موديل هي ثلاث حاجات قلنا، الفاكتس والدايمنشن والاتريبيوت بتاعتها. طيب بالتالي الفاكت دي المعلومه او الجزء اللي قلنا عليه الفاكت ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايه؟ فاكت تيبل، صح؟ طيب التيبل ده بيعبر عن ايه؟ اي دايمنشن موديل. وكلمه دايمنشنال موديل دي نقطه مهمه جدا. احنا بنقول ايه؟ المودلز عامه اللي بتبني في الداتا وير هاوس بتبقى حاجه اسمها دايمنشنال موديل. يعني الموديل بيبقى فيه دايمنشنز، مش بيبقى مش بنتكلم على اي موديل، كان دايمنشنال موديل هنا. طيب الفاكت ده هو البرايمري تيبل اصلا، هو اهم تيبل في الموديل، في دايمنشنال موديل. هو التيبل اللي كل الاورجانيزيشن او كل ريبورتنج بيحصل عليه، هو التيبل اللي جواه الميجرمنتس والفاكتس اللي بيحصل عليها ريبورتنج، هو نفسه التيبل سنترلايز واللي حواليه الدايمنشنز بتوصف المعلومات اللي جوه التيبل ده. تمام. طيب الدايمنشن بقى، الدايمنشن ده هو الريفرنس داتا او اللوك اب داتا او الحاجات اللي احنا بنبدا نعرف تفاصيلها، تفاصيل الفاكت ده بيزد عليها. يعني لو عندنا كاستمر بيعمل مكالمات، التفاصيل الكاستمر ده الايج بتاعه، الجندر، هو ساكن فين، هو مش عارف بيعمل مكالمات، سوري، هو يعني فواتيره اخر 5 شهور 6 شهور. ساعات بيبقى فيه احصائيات لبعض الحاجات تتحط في الكاستمر بروفايل بحيث يبقى عندي كل التفاصيل دي. برضه بقى في ان الريفرنس داتا هي اللوك اب داتا هي البروفايل، ساعات دي اسامي مختلفه يعني. طيب الدايمنشنز دي دايما بتبقى ريفرنس، بيبقى ليها كل دايمنشن تيبل بيبقى ليه برايمري كي، بيبقى ريفرنس في الفاكت تيبل بفورين كي. يعني الكاستمر اي دي بيبقى موجود ليه برايمري، هو برايمري كي في الدايمنشن، في الدايمنشن تيبل، بس هو فورين كي في الفاكت تيبل. تمام. طيب النقطه الثانيه ان في الغالب بيبقى الدايمنشن تيبل بيبقى دي نورمالايز. هاويفر احنا بنتكلم على سنوفليكس سكيما، قد تكون هي مش تبقى نورمالايز، يعني ممكن تلاقي ان الدايمنشن هو مالتي ليفل اوف دايمنشن، وده هنشرحه في الدايمنشن تايبس ان شاء الله. بس احنا كده دلوقتي نفترض عندي كاستمر مثلا بروفايل في كل المعلومات على الكاستمر، خلينا نفترض ان هي دلوقتي ان هي موجوده في وان تيبل، ماشي؟ يعني عشان نبقى الموضوع بسيط لما نشوف كلمه دي نورمالايز، لغايه دلوقتي خلينا نفترض ان هي معناها ان كلها موجوده في تيبل واحد، ان هي مش اكتر من تيبل. هنشرحها بعدين ايه الفرق بين النورماليزيشن ودي نورماليزيشن. تمام. طيب ناخد هنا اكزامبل بقى، ودي اهم يعني اخر حته في الفيديو ده. ايه الاكزامبل بتاعنا؟ الاكزامبل هنا بنقول ايه؟ بنقول هنا عندنا يوسج، يوسج ده هو الفاكت بتاعنا. طيب الفاكت ده جواه اي دي وجواه ماتريكس او ميجرمنت عايزين نحسبها، عايزين نعرف ايه هي التوتال انكومينج كولز، عايزين نعرف ايه هي التوتال اوت جوينج كولز، عايزين نعرف ايه هي التوتال اماونتس. طيب الحاجات دي عايزين نعرفها بايه؟ بديت، يعني عايز اعرف اليوم اللي حصل فيها الكلام ده، عايز اعرف البرومو لو حصل بروموشن الكلام ده، عايز اعرف اللوكيشن اللي حصل فيها الكلام ده، والكاستمر الكاستمر اي دي اللي عمل الكلام ده. طيب تعال ناخد الكاستمر هنا. الكاستمر هنا في السمبلست عندنا، تخيل الكاستمر ما فيهوش غير 6 اتريبيوتس، الاي دي بتاعه اللي هو في الاخر ريفرنس هنا از كاستمر اي دي، بعد كده عندنا الجندر ميل ولا فيميل مثلا، عندنا الايج او بير ستيت، في غبي بير ستيت مش ايج، بس ناس بتحطه بكالكوليت الجاهز دايركت، بس طبعا في الطبيعي بيبقى بير ستيت لان الايج هيتغير بين يوم ويوم يعني، بس في الاخر بنحط بير ستيت مثلا مش ايج، بس يعني خلينا في طيب نقصد هنا بير ستيت يعني اللي عشان نجيب الايج منه يعني. هنا ناشوناليتي الجنسيه بتاعته، تعالى نخلي واحد مثلا قاعد في دوله فيها جنسيات كتيره، وبالتالي يبقى عايز اعرف ناشوناليتي فيرست نيم لاست نيم. طيب تعالى ناخد هنا اكزامبل بقى تاني على الكالندر، ودي بقى انا يعني هنعمل فيديو مخصوص للديت بس للكالندر يعني. تعالى نتخيل عندنا هنا الديت لي اي دي، الديت ده قد يكون الديت نفسه يعني الفورمات بتاع الديت، اليوم، اليوم ده يوم ايه، الويك الاسبوع ده رقم كام، الشهر ده شهر ايه، الكوارتر ده كوارتر ايه، اليير دي ايه. ليه ناس تبني تيبل كالندر هنشرحه بعدين، بس خلينا نقول ان هو عشان ليها يوسج بعدين يعني. حاجه كمان هنا قد يكون لوكيشن، ايه هي نوع السيل اللي حصل عليها الكولز، الفيندو نيم بتاع السيل دي، الستريت، السيتي، الستيت، الزيب كود، البروموشن برضه، الاي دي، ديسكريبشن، فاليو، ستارت والاند بتاعه عشان ابدا احسب هو كان امتى اكسباير وامتى مش اكسباير. ده كده سيمبل
موديل، تعال خلينا ده كده سيمبل موديل. الموديل ده بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من شويه لوك ابس، دول كده اللوك ابس دي او دي دايمنشن، اوكي. بيتكون من شويه اجريجيت، ثلاثه اجريجيت كولومز اللي هي الاماونتس هنا. طب الاماونتس دي جايه منين؟ انا مش، انا هنا مش شارحها يعني، مش حاطط التيبلز جايه منين، بس هي دي يوسج بقى ليها، يوسج بقى ليها يوسج هنا تيبل مثلا بس مش اجريجيتد، بالتالي بنبني عليه الاجريجيشن ده هو بناخده منه. طيب احنا كده شرحنا السيمبل اكزامبل للدايمنشن موديل. طيب ناخد بقى اخر حته في الفيديو ده، نشرح ايه هي اللايف سايكل بتاعه الداتا موديل. ماشي، اول حاجه بقى عندنا ريكويرمنت اللي هي قلناها اللي بتيجي اول فيديو، عندنا سورس سيستم دريفن يعني سورس سيستم جديد، او بزنس او يوزر دريفن يعني بزنس عايز ريبورت جديد او عايز معلومات جديده او عايز نيو ريكويرمنت. اوكي طيب الداتا موديل بيبدا يعمل ايه؟ ايدنتيفاي جرانيواليتي اوف ذا فاكت. يعني ايه كلمه جرانيواليتي؟ طيب تعالوا نتخيل ان الحاجه دايما بيبقى عندها، بيبقى ليها فريمز. يعني نفترض ان انا عندي موديل، الموديل ده بنسميه مثلا الجرانيواليتي بتاعته ديلي. ديلي يعني ايه؟ يعني الموديل ده او التيبل ده بيوصف حاجات ديلي، يعني توتال كولز بير دي، توتال اماونتس او بيمنت بير دي. طيب طب انا عايز اورلي، فبالتالي ان الفاكت ده عايز ابني فاكت اورلي، الجرانيواليتي بتاعته بير اور مش بير دي او بير مانث او بير ويك. دي معنى كلمه جرانيواليتي، وهنشرح بعدين سيبنا في فيديو او بارت من فيديو احنا اوريدي حضرناه وجاهز، يعني هيتشرح فيه امتى بنبدا ديزاين جرانيواليتي ازاي، يعني امتى ابنيها اورلي ديلي ويكلي، وازاي وليه ابدا باللو ليفل قبل الهاي ليفل، هنشرحها بعدين. بس دلوقتي ان بزنس بياخد المعلومه دي، سوري الاركتكت او الداتا موديل تيم بيعرف ايه الجرانيواليتي بتاع الداتا دي او الفاكت ده، بعد كده يبدا يعرف ايه الدايمنشن اللي هو عايزها. يعني انت عايز مثلا توتال كولز لمين مثلا؟ بالكاستمر بس، مش عايز اللوكيشن، طب مش عايز تعرف بروموشن، لا هو بيقول لك بقى الفاكت الدايمنشن بتاعتك. تسمع كلمه فاكت، ده الفاكت بتاعتك، الميجرمنت بتاعتك عايز يعرفها ايه، ايه الجرانيوليتي بتاعتك، يبدا يعرف الدايمنشن بتاعتك. اوكي فاحنا كده بقى عندنا الفاكت ايه هي، الدايمنشن ايه هي، الجرانيوليتي ايه هي، واليوزر ريكويرمنت. طيب اخر حاجه ايه التايبس اوف دايمنشنز؟ احنا هنبدا الفتره الجايه او الفيديوهات الجايه نشرح التايبس اوف دايمنشنز. احنا عندنا 12 نوع تايب اوف دايمنشن هنشرحهم في الكورس ده، ومع ذلك برغم ان هم 12 نوع هم مش كل الانواع للاسف، انواع كتير جدا، بس احنا جمعنا اساسيات الانواع الاساسيه. احنا هنشرح الانواع دي في الجزء منهم هنشرحهم في الفيديوهات الجايه على طول، في جزء هنزله ابندكس، هنتابع مع بعض ونشوف امتى الفيديوهات هنزلها في الابندكس وامتى هنحطها في الفيديو ده. اول نوع واهم نوع هو اسمه كونفيرمد دايمنشن، تاني نوع اسمه الديجنريت دايمنشن، تالت نوع اسمه الجانك دايمنشن، في ناس بنسميه الجاربج دايمنشن، ممكن تلاقيه اسم تالت، انا يعني انا حاصيل بس اسمين يعني. في نوع رابع اسمه رول بلاينج دايمنشن، نوع خامس اسمه الاوت ريجر دايمنشن، سنو فليك دايمنشن، الشرانكن رول اب دايمنشن، السوابابل دايمنشن، عندنا سلولي تشينجينج دايمنشن، ده من اهم الدايمنشن اللي هنشرحهم، عندنا الفاست تشينجينج دايمنشن او في ناس بنسميه ميني دايمنشنز دايمنشن، في الهيتروجينيوس دايمنشن، وعندنا المالتي فاليو دايمنشن. احنا عندنا 12 نوع، فعليا المهم في ال 12 نوع دول خمسه بس. نقول معلومه هنا مهمه في الحته، في الحته دي، هل انا وانا بديزاين الموديل بقعد افكر انا محتاجه اسمه ايه الدايمنشن امبلمنتو؟ لا، اللي بيحصل ايه كالاتي، يعني انا بيجي لي تيم يقول لي انا عندي داتا بالشكل ده، عايز بزنس ريكويرمنت بالشكل ده، عايز اعمل لها ديزاين، ما بقعدش اقول له انت هتروح تمبلمنت سلو تشينج دايمنشن، هو انا بقى فاهم في دماغي يعني، مش بقى احفظهم بس انا فاهم في دماغك الباترن، لما تشوف الباترن ده انت بتبقى عارف ان الباترن ده سلو تشينج دايمنشن، ده في لا ده كونفيرم دايمنشن، لا ده انا محتاج كومباين ثلاثة اربع دايمنشن ابني الحته دي من التيبلز دي او الموديل ده. انت بتفهم بيزنس، انت في الاخر مش حافظ، مش تخش تك تك تسمع ده، لا انت بتسمع البيزنس، واحيانا بيبقى في تغيير في كومبلكس بيزنس بنضطر نحط اكتر، يعني ممكن في يعني في وان بيزنس كيس ده تحط خمسه او سته دايمنشنز. فاحنا ان شاء الله ديورنج الفتره الجايه هيبقى عندنا شغل ان شاء الله بشكل تفصيلي اكتر عن الموديلنج والدايمنشن موديلز. اتمنى ان تكونوا استمتعوا بالفيديو ده، هو طويل شويه بس ان شاء الله يكون مفيد ويكون كل حاجه واضحه. لو عندكم اي سؤال اسالونا في الكومنتس واكتبوا لنا ايه الحاجات اللي مش واضحه. شكرا، السلام عليكم.